احنا كما شفتوا السلام عليكم عاد شريفي جاب بنت باب الله عاد بنت السجيلالي الله يرحمه ويوسع عليه امين وراه دايره صداقه في الموسم شوفوا تبارك الله اللهم بارك موسم ديال ابي الجعد تحيه له وتحيه للناس اللي معاه وتحيه لام فاطمه الطيبه مدنه الواتساب وحنا راه غادي نشاركوا معكم ان شاء الله فاطمه هذا راه زينه كما شفتوا تبارك الله خير موجود الله يسهل على الناس. عيش شريف عيش شريف. الله يسهل على الاخوان هاتم عبد الرحيم من حيله في الموسم ديال بجع الشوا اللهم بارك وزيد ديال الشوا. الموسم ديال بجع تحيه لبتباب الله مرحبا. دينا من حيله ومبارك واحمد غادي لكم باش غادي؟ قطران رقيق. غادي لكم بالقطران الرقيق من بجع. حاجه زينه. حاجه زينه بشحال تبيعي لي؟ محمد محمد الخير ان شاء الله ب 16 والله لك انا حق البوزيلاني امين وتفوز عليه في القبر امين والله نكون من شر امين 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 البركه امين وتفوز عليه امين وترحم عليه امين يا رب يا مؤمن تلقى اسمع نبتما امين الله يقبل لكم الخير امين ويعطيكم خير الدنيا امين والى خيرك امين ويسركم في الحلال امين ويبعد منكم الحرام اجمعك امين وتهربوا طيبوا امين وتولدوا طيبوا امين وفيري على القريب امين والناس طيبوا الجيب امين وراه في سيد الحبيب امين ليحكمكم ويخيب امين والله يحفظ بناتهم امين والله يحفظهم امين والله يحفظ وليداتهم امين والله يقول خير عليهم امين وربي يحفظهم ويجيب ليهم امين الله يحفظ معهم الله يحفظ معهم غبار الله يحفظ مخفيهم امين الله يساوي لنامهم امين الله يتنزلكم امين الله يسهرايكم امين الله يسهر نياتكم امين الله يقول لكم الخير امين الله يلحق لهم البركه امين وتوسع عليهم امين وترحم عليهم امين الاخوان هذا هو العجل اللي كاين في الموسم ديال ابي الجعد مع الصبر كيجمعوا الشطران في الباكين مال القيطون وكيبقاو ما شنو كيديروا واش كيذبحوه واش هذا هو العجل واللي بغى يشوف هاد البيدو تبعو حتى الاخر وشوف هاد العجل اش غيوقع عليه في الاخر اقوى عيو بريك صباح الخير عليكم الاخوان كي صبحتوا هانين مهنيين انتوما مع الصباح في الموسم ديال ابي الجعد في الموسم ديال ابي الجعد اليوم دراري مع الصباح اليوم الجمعة كيصبحوا كيعقموا الخيل وتحية كبيرة وتقدير والله إلا جو واعر الإخوان صراحة جو رائع وأحسن من رائع مع الصباح نشربوا بعد واحد الشريبة تحية تمام المتابعين ديالنا الدراري ديال المقاومة الدراري ديال واتزم تحية لواتزم كاملين وتحية للدراري اللي في الطاليان من واتزم تحية لشريفية بسبب الله اللي عارض علينا الموسم مرحبا بكم تحية لولاد هريا مرحبا بكم كاملين الله يحافظك انا غنوريكم الاجواء كي دايره مع الصباح في الموسم شربوا بعدا شريبه ونضيعوا هاتم الاخوه الخيل ما موجود فين ما دور تحيه للساكنه ديال بجعد والله مفرين من الماء كل بلاصه دايرين فيها عوينه جروبينيات والصراحه والله شي حاجه واعره الدراري حق ربي راه كاينه وحده لهي وكاينه وحده لهي فين ما درتي راه الاخرى هي غنديكم ليها شوف شوف والله العظيم تح امين تحيه ليهم كاملين والله تحيه للساكنه ديال بجعد وتحيه للناس عشيه تحيه للناس ساهرين على هاد النظام وتحيه للناس الزوينين اللي منظمين هاد التظاهره الزوينه شوف شوف اللهم بارك دريك يعقمو خيف اللهم امين دريك يصبحوا يعقمو خيف واحد الجو واعره دريك صراحه صافي تبرد ياك سير اخويا الله يسخر سير 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 عطيه خليك تبرد باش الحيه تكورش صور لي من العاود مرحبا هات واي سدات دري تحيه اليوم المتابعين ديالنا مرحبا بكم واحد واحد من المتابعين الله يحفظك ديال مشربه ديال احمد سميري ديال احمد سميري شنو منطقه تحيه لبني يخلف واتزام ياك خريب كاع تحيه الناس خريب كاع واحد واحد واللي شاف هذا الفيديو الناس قريب كاع بارطاجيو ولاد بلادكم مرحبا مشرفين وتحيه كبيره وتقدير ليكم انا نكمل لكم الدوره الاخوان مع الصباح راه كيصبح على الجو يا سلام يا سلام سلم مع الصباح تحيه الناس اللي مولوعين بالخيل والله
تحيه للناس الزوينه اللي مولوعين بالخير صراحه الله ما كرهناش ولكن السيد عمر تحيه للناس اللي مولوعين بالخير. شوف واحد القضيه ديال الماء اللهم بارك الساكنه والله يتسارع هادشي ديال الماء مفر عليهم الماء مفر عليهم كل شيء. الشوا موجود اللحم موجود التبن موجود اعوينه اخرى الشوا اللهم بارك شد واحد القادوس وكل قادوس خرجوا من روبيني شد روبيني تحيه للساكنه وحق الله والغيث هذا اللي خايب الله يرحم لك الوالدين العوينه اخرى الشوا فين ما درتي كتلقى الماء موجود العوينات كيديروا الماء في الشانطي واعرين صراحه شي حاجه. وتفرج اخويا تفرج هاد الفيديو راه ممكنش ليك ما تبارطاجيش وما تفرجش فيه وغتشوف الموسم كيفاش داير حاله اللهم بارك حاجه ما نخليهاش في هاد الموسم بحال انه كجيتي تفرجتي. تحيه للناس سطات وناس برشيد وناس دار بيضاء وناس خريبكا ماما خريبكا راه حنا عندكم لا حنا كنشوفوا الناس اللي ما جاوش بغينا نقول لهم انتم دخلوا تفرجوا في هذا الفيديو اكوا الموسم ما صباح كيصبح وهذا الجو يا سلام شوف شوف يا سلام مع الصباح هو الموسم اخويا والله اما اللي كيستمروا الخيل هما هادو الشوم اللهم بارك السلام عليكم اضرب لي في الطاجين مع راساتو اللهم بارك وزيد في ديالي ها انتوما تبارك الله باقي فيكم يوم الصراحه موسم موسم يا سلام انا ندورلكم الموسم كامل تشوفوا عندكم بلاصة القهاوي ها اي حاجه القزيره الخضاره القهويه كلشي كاين هنا في موسم مرحبا ثم الاخوان الحمو سمعوا تحيه للقزاره ديال المغرب كله سمع كيشكركم القزاره فين ما كنتوا في المغرب هذا قزار من خريبقه تحيه للناس خريبقه واحد واحد وازم خريبقه شحال داير الحم اليوم الحم خويا 95 درهم 95 درهم والله العظيم وشي ناس كيقول 90 درهم اللي بغى الفطره 90 درهم والله يسهل اليوم راه الجمعه مرحبا بكم اليوم في الموسم ديال ابي جعد وراه اكبر موسم الشوانه صراحه الله ومرحبا بكم خير موجود الله يحفظكم دواره كلشي كاينه دواره دواره شحال دايره فيها كيبدا دايره خويا الشوا ديال 100 درهم الشوا ديال 100 درهم الله يسخر لك الله يعاونك الله يحفظك صباح انا ندورهم الحاشيه ديال الموسم كامل اللهم بارك تا هي الخياله واحد واحد هذا هو الموسم مع الصباح كيصبحوا كيعقموا كيوكلوا باش في العشيه غيلعبوا حيت اليوم الجمعه ما غيلعبوش ها اللهم بارك شوف 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 اللهم بارك وتحية للناس الزوينين وتحية للمتبعين ديالنا داخل الوطن خارج الوطن وتحية لواد زامو خريبقة اللي في أوروبا وتحية لموناليزا اللي في خريبقة اللي في أمريكان شو تبارك الله الموسم في ديالك خير موجود الإخوة اللهم بارك وزيد في ديالي أنا ندورهم الموسم كامل باقي متيسع لهي باقي بعيد أمن موجود بوليس بومبي القوات المساعدة كل شيء كاين هي أكبر خيمة اللي قلت لكم البارح أكبر خيمة أكبر خيمة اللي قلت لكم البارح يا لي شو أكبر خيمة كاينة
أكبر خيمة يا أخطار الله مدير مساعد وتبلغان أكبر أكبر خيمة الإخوة الله مدير شو مولي سمعنا واتزم شو سمعنا واتزم سمعنا واتزم هذيك المنصة اللي كتهضر على الدراري شو صراحة موسم رائع وأحسن من رائع اللهم بارك وزيدهم بعض الخيام ولا واعرين صراحة أول مرة كنشوفهم خيام واعرين وأكثر من واعرين هذه مع الصباح باقي الخيل ما حركوش شو أنا نطلع لكم فوق المنصة ما انتي حرك الشوم هو باس المحرك هاي باس المحرك هي هذه اللي هو باس المحرك الاخوان انا طالع فوق المنصة دابا غير شوف يا الماء باش عشان يحركوا الخيل مرحبا اللي مع الصباح باقي الخيل ما كيحركوش صراحة فيديو ما يمكنش ليك ما تفرج فيه وبارطاجيه لأي واحد من عائلتك فيديو صراحة واعر 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 شوف 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 لا ديكور لي وراه باقي من الهي هذاك الشيء اللي شتي من هنا باقي منه الهي هذاك الشيء اللي شتي هوك في الفيديو باقي الهي فهمتي دابا غادي يمكن لينا نهبطو اللهم بارك اللهم بارك تحية الخيالة وحق الله خيالة تحية الخيالة صار مع الصباح هذا واحد الجو رائع مع الصباح مع الصباح هذا الجو كيكون رائع وممتاز ممتاز 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 صراحة واحد الجو كيكون رائع وممتاز مع الصباح جينا الوالدي موسم واعر موسم مع الصباح الدراري شو الناس اللي باقي مخيمين في الوالدي اللهم بارك ها زين صراحة الإخوان خير ما يتشاف تورى نانور هاتوا مولاي اخواني هذا هو العجلة اللهم بارك شوف
هذا هو الموسم مع الصباح. شوف مع الصباح كيصابح اليوم الجمعه، مع الصباح باقي الخيل ما لعبوش. هذا هو الفرارن، ما كاين اللي عمر، كاين اللي باقي، كاين اللي داير اللحم، كاين اللي باقي. شوف هذو راه كلهم فرارن هذو، اللهم بارك وزيد بدين. شوف هذا هو عامر، هذا عمرو لحم، هاز ماشي ربعة البهايم، وهذوك راهم باقيين. هذا هو الموسم مع الصباح ديال ابي جعد اليوم الجمعه. انا ندورك مع الموسم كامل ان شاء الله. شوف اللهم بارك، ترى موسم كبير اللهم بارك وزيد في ذلك. الماء موجود، كل شيء موجود. تاهي تلاقيت مع الدرجه وشتري فيا بتباب الله بنت بوجيلالي. تحيه الزوشه. انا في بجاد اصحاب وحده اصحاب الميعاد سبعه رجال. وحده اصحاب الميعاد سبعه رجال. جزين تبارك الله هنايا في الموسم بجاد. تحيه الناس في الشرقاوه واحد واحد. الله يحفظك. صحتك. صابح مع الصباح. دري كيعقموا الخيل. صراحة جو رائع، جو ممتاز، جو زوين. اللهم بارك. شوف تبارك الله، اللهم بارك الإخوان. الجو صاحبي ضروري خاص الإنسان يجي يشوفه. جو صراحة اللي ممتع بزاف والله. يعوموا الخيل. واي واي نسيتوش الحال اللي كان عند الميدانيين زاد شي العاود البرقيه اللي وريتك ديال الميدانيين. خوت انتم كما شفتوا حنا راه جينا عاد تشري فيا بنت جيلالي بنت باب الله، واللي بغى يعرف بنت باب الله شكون هي يدخل عند البروفيل حتى يكتب بنت باب الله ويعرف بنت باب الله شكون هي. كتعيش في الطاليان، وراه عرضت عليا انا والزوجه وجينا عندها الموسم ديال ابي جعد. وتحيه للناس ابي جعد كاملين والمنطقه ديال واد زم وسماعله ومنحيرين وكل شيء، والله يعمرها دار. اول مره كنجي لهذا الموسم، اكبر موسم، اكبر موسم شتو انا. انا كاع المواسم مشيت ليهم، ولكن هذا موسم كيبان طوب طوب. وتحيه للخياله واحد واحد. متاح سماك الله مختار. تحيه للمختار اللي كيركب على رابح ديال بنت الجيلالي، وتحيه للعم ديال بنت الجيلالي سماك الله عم السي محمد. تحيه السي محمد، وتحيه للناس زوينين هما راه جات اليوم عرضت علينا البارح، قالت لنا تباتوا عندي تعشاو. كنا حنا ما مساليش، كنا جينا عندنا ما صبحنا والزوجه. هانتوما الخير موجود اللهم بارك، وراكم غتابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. هانتوما راه كدير واحد الصدقه اليوم، الله يجعلها لي سقونا ولوالديها، والله يلحق عليهم حتى لذاك المقام ان شاء الله. وراه فيها الجود وفيها الكرم، ودخلنا لكم بالله. دير بنت باب الله ودخل عند اصحاب تيك توك، دخل عند بنت باب الله وعرف بنت باب الله شكون هي. راها بنت الجيلالي المرحوم الله يرحمه، هو اللي كان مولف بالخيل، وملي مات مسكينه راه تقاتلت باش دير هي تحيد دير الخزانه وجامع الحباب. ياك عمي؟ تماما. عمها راه ما بغيناش نبينو، راه هو غادي يشرح لكم شكون هي السيده غدوي، ما تبان ما والو. ما عرف ما نقول لهم انا كل شيء. المهم كتعرفها مزيان. ها هو بنت خويا ها هو. الله يحفظك. هذا راه عمها، راه ما بغيناش نشدوا عليه في الصوره ديالو. الله يسهل عليه. هو بنت باب الله راه شري فيا، وقسم لكم بالله لا داكشي اللي كدير علينا ومرتي ما كديروش عليا عائلتي. راه الله يعمرها دار من اطيب خلق الله، وراكم غتشوفوا الفيديوهات ديالها كاملين مع رابح، ومع من غتركب العود ديالها، وغنحط لكم العود ديالها ان شاء الله. واللي شاف هذا الفيديو بارطاجي وصل، بغيت كاع البنات اللي في اوروبا يديروا بحال بنت باب الله، وتا هما تزرع فيهم هذا الهوايه ويزرع فيهم هذا الروح. والدراري اللي في اوروبا تا هما تزرع فيهم هذا الروح، راه روح زوينه هذه. بغينا تصمم الولد الولد ان شاء الله. وتحيه لكم انتم الخير موجود. بغيتي اتاي بالشيبه، بغيتي اتاي بالنعناع، بغيتي الحريره، بغيتي الحلوه، بغيتي شو تبارك الله.
قرب عندنا ليه، قرب ورق الكاميرا قرب. شو تبارك الله الخير، اللهم بارك. البغرير اتاي خزانه، انا غادي نخرجكم ونوريكم الموسم كامل كي داير. اقطع الله يدير الخير حتى